السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأفاضل. دلوقتي مع حالة جديدة من حالات السونار والدوبلر، بنثبت فيها بس علاقة أنواع السونار ببعضها. يعني مش لازم طالما أنا شغال دوبلر يبقى ما أعرفش باقي الأنواع، لا، لازم أعرف كده أساسيات برضو الماسكو سكريتال، لأنها ممكن تفرق معايا وتدي تشخيص جديد. تعالى نعرف إزاي وصلنا للتشخيص ده. ده عيان كبير في السن عنده ديابيتس، ومن عيان الديابيتس عرضة لليستة من الكومبليكيشنز، مش كلها فاسكولار، بعدها سوفت تيشوز، بعدها ماسو سكيلتال. المهم جاي بليفت لور ليم بين ليست سوينينج. احنا شاكين كده، يا دي بي تي، يا ممكن يكون ابسس، يا اما يا اما. واحده واحده الفينس دوبلكس اتطلب منا في الاساس علشان رول اوت دي بي تي. انت لو قلت ان مفيش دي بي تي انت حققت معظم الاستقرار، لكن سبب الورم هو ده اللي هيتطلب شويه علم وخبره. الله المستعان. طيب بدانا طبعا بالانجوينال ريجن اللي فيها ليمف نود وكبيره ومبلظه 4 5 سم، انت وكلها رياكتيف. انت كده غالبا داخل على في انفلاماتوري او انفكشوس كونديشن، ربما يكون ابسس، ربما يكون سيلولايتس، يعني ما تتجاهلش وجود ليمف نود كبيره. تمام. طيب الفينس ستادي، الكومن فيمورال سوبرفيشال بوبليتيال الانفروبليتيال، كلهم كانوا فيهم سبونتينيوس فلو. الانفروبليتيال ممكن ما يبقاش فيه سبونتينيوس لكنه هيبقى كومبريسبل وفي جود اوجمنتيشن. الخلاصه نو تي بي تي. معلومه بس صغيره هنا، ان ليه الارتري اللي هو انتيريور للبين الاثنين نفس الكلر؟ لان الارتري تراي فيزيك او على الاقل باي فيزيك، فمرحله الريفرس الدايستول اللي هو الايرلي دايستول هيبقى طبعا واخد نفس الكلر بتاع الفين، لان نفس الدايركشن في المرحله. المهم ما فيش دي بي تي، وبالكومبريسيبيليتي برضو ما فيش دي بي تي، ادي البوبليتيال ضغطنا الضغط. بس في نقطه هنا، الماسلز كلها هايبر ايكويبل، دي ذكرناها قبل كده ان دي تمشي مع الدينيريفيشن مايوباثي اللي هي بتاعت الديابيتيك بريفرال نيوروباثي. بعد كده بيعمل ايه؟ مايوباثي، وبالتالي هايبر ايكويك تكستشر، ديكريزد سايز لكل الماسلز بتاعتنا اللي حوالين البوبليتيال، بتبقى الجاستروفينيس غالبا. في الديستال ليك في شويه انترستيشال اديما، شكرا، الحاله كده اتقفلت وخلاص على كده. خلاص مفيش دي بي تي وفي شويه انترستيشال اديما، كلام جميل. لكن العيان، سؤال قبل ما امشي، قبل ما اخلص الحاله، في حته معينه انا ما عدتش عليها ومضايقاك؟ ايوه يا دكتور، اللاترال اسبكت بتاعت اللور ليج. لاترال اسبكت، يا ترى دي ما فيهاش بينز، هقول سلام عليكم وخلاص على كده؟ لا، ما ينفعش. طيب نخرج من المحاضره دقيقتين ونرجع لها تاني. استاذنا الفاضل ربنا يبارك له، استاذ دكتور ممدوح محفوظ، وهو بيدرس لنا الانكل ام ار اي، قسمه الى اربع مناطق according to the tendons and ligaments اللي في كل منطقه، anterior و posterior، medial و lateral. انا هاخد اللاترال، هو دي الحاله بتاعتنا النهارده. دي كده الفيبولا وفي اثنين تندونز وراها، بيرونيس بريبس وبيرونيس لونجس. البريبس اللي بحرف البي هي اللي قريبه من البون، واللونجس بعيد عنها. البريبس قريبه وشورتر، اقصر، بتروح لغايه الفيبس ميتا تارسا وخلاص على كده. لو لقينا ماسل في الحته دي غالبا دي بتاعه البريبس. طيب ده الانكل ام ار اي. الانكل الترا ساوند برضه انتيرور لاترال ميديال بوستيرور، وانا كده زودت عليهم من عندي لما جيت اشرحه، قلت انفيريور وسوبيريور. يعني ايه؟ البلانتر والكاف ماسلز ضفتهم للبوستيرور كومبارتمنت اللي هو الاكيلس، علشان الثلاثه كومبارتمنت دول على بعضهم بيدخلوا كمينكس للدي بي تي مشهوره جدا. انا عايز النايب يعرفهم، الاكيلس البلانتر الكاف ماسلز، دول النايب يعرفهم، اما الباقي الاخصائي. طيب تعالى للاترال كومبارتمنت اللي هو البيرنيال ماسلز او تندونز. البريفس اللي هي قريبه من البون، من الفيبولا، من اللاترال ماريوس. اللونجس اللي هي حتى لونجس، اطول ليه؟ لان البريفس بتنسرت في البيزو فيبس، اما اللونجس بتعدي تحت الرجلين، تحت الكيبويد، لغايه لما تروح تنسرت في البيز اوف فيرست، فهي كورس اطول. اللي هنجيبه كلنا تقريبا بتاع البريفس بسهوله، امشي مع الحته دي انت تقدر تحسه اصلا في رجليك، وتقدر تجيبه في اي عيان. لقيت عظميه كده طايره في الحته دي، دي اسمها اوس بيرونيوم، ساعات بتعمل وجع وساعات بيحصل فيها انفلاميشن لوحديها، وساعات بيحصل جانجليوسيست حواليها. طيب تعالى نقول النورمال بتاعنا في الالترا ساوند. لو انا جبت اللاترال ماريولاس او الفيبولا،
ادي الفيبولا، وادي اتنين وراها البريبس، هتلاقيها اوفال شيب لازقه في البون، لازقه فيها. اما اللونجس هتلاقيها كده ايه، راوندد شيب. لو لقيت ماسل هنا غالبا غالبا دي تكمله او نهايه البريبس. طيب حلو، الحاله بتاعتنا، الحاله بتاعتنا كان عنده سويلنج في اللاترال اسبكت بتاع الديستال ليج. جاي ابص عليها بالالترا ساوند، كل الماسلز هايبر ايكويك، جزء من الانتير جزء من البوستير كلها هايبر ايكويك، ما عدا في حته كده راوندد، لا دي محسوسه. تمام، نزلت او عفوا عملتها ال اس وتي اس، ده فيها كتل كالسيوم، كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن ده يا اما في المصل كنا نقول عليها مايوسايتس اوسيفيكانس، يا اما في المايوتندينس جانكشن نقول عليها كالسيفيك تندينايتس. المهم نزلت بيها تي اس، انا قاعد كده تي اس تي اس تي اس لغايه تحت. تمام، تي اس من فوق تي اس من تحت، ايه ده، ده انا وصلت وقربت لللاترال مانولس، انا حاسس انها قاعده تصغر لانها مايو تندينس، فخلاص بقت تندون. طب لو ده تندون او اثنين تندونز، لان ساعات الاثنين تندونز بيبقى ليهم سنجل تندون فيل وبيفصلوا بعد كده في مرحله يعني تحت شويه. تمام، طيب كده واضح ان التندون ده تخين هايبو اوكايك، اذا انت بتتكلم في تندينوباثي اللي ممكن يكون نقول عليه بقى كالسيفيك تندينوباثي. طب ما خلاص كده التشخيص خلص، عود نفسك انهي الباثولوجي، انت لقيت جزء منه لا امشي معاه، مشيت معاه نزلت على تحت، انا حاسس ان في كومبارتمنت هنا او كومبوننت كبير وكومبوننت صغير، ادي كده اللاترال مانوس بالايدج بتاعتها. تمام، في كومبوننت كبير وكومبوننت صغير، مين اللي اقرب للعظمه؟ البريفس. واضح ان البريفس هنا اتفصلوا الاثنين عن بعض، كل واحد له تندن شيل. البريفس واضح ان هو شكله حلو، لكن اللونجست لا، هايبو اوكايك وتخين، كمل تحت اكتر. البريفس بقى نورمالايزد خلاص، ده كده نورمال هايبر ايكويك فيبريلاري باترن بتاع اي تندن، لكن اللونجس حواليه كتله ميه كبيره تينو ساينوفايتس، ده كده كله ساينوفيال فلويد، وباقي التندن هو الحته دي، ده ممكن يكون فيه ايليمنت اوف بارشال فير. تمام، مشيت بعد كده ادي اخره، وادي كده اللونجس حواليه طبعا كتل ميه كبيره فده تينو ساينوفايتس، بعد الحته اللي فوق اللي فيها كالسيفيك تندنس. اما البريفس الصغنن مشيت معاه لغايه البيزو بيبس وخلاص على كده انسرتد، وغالبا ده ما فيهوش مشكله بودجر. المشكله هتبقى فين؟ مينلي في البيرونيس لونجست تندر. فدي كانت حاله دايابيتك ماي نيوروباثي اللي هي ابنورماليتي للمسلز، هايبر ايكويك تكستشر ديكريس سايز سكندري بريفرال نيوروباثي بتاعه الديابيتس، لكن كان عنده سويلنج، السويلنج ده ريليتد للماسكولوسكيلتال سيستم اللي هي كانت عباره عن بيرونيل تينوساينوفايتس وكالسيفيك تندينايتس، مينلي افكتنج البيرونيس لونجست ماسل. فشويه نولج صغيره بالحاجات الكومن ماسكولوسكيلتال هتنفعنا وتضيف للتشخيص بتاعنا. احنا لو قلنا نو دي بي تي انت خدمت العيان بالفعل، لكن لو قلت كمان ان في الدياجنوز بقى سبب السويلنج كذا كذا، ده ممكن يتعالج، نمنعه من ان الكونديشن تبروجريس الى كومبليت رابشر وانكل بقى انستابيليتي اند سو. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.